القاعدة المائية ما تنفع مع إبرة الظهر، وأنا الصراحة دائما أدعي ربي إني أخذ إبرة الظهر، يعني يا ربي يا كريم يرزقني هالإبرة. ف وأصلا فكرة إني أولد في موية، أحس أدري إنه هو أصلا البيبي في موية في البطن، بس ما أدري ما حسيت إن الفكرة يعني تلطفتني. يمكن لو هي مع إبرة الظهر أقول يلا خلينا نجرب، بس هي أتوقع إذا ما خضنها بدون إبرة الظهر، يعني أتمنى يا رب يا رب يا رب يمسك لي إبرة الظهر.